ديري لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت نشاركم واحد الوصفه تجي هائله. غادي نديرو خضر الدجاج هنايا، غادي نديرهم مقليين تيجيو رائعين ومقرمشين. واحد الخلطه عجيبه تجي بها فنه. غادي ناخذو هاد الكميه اللي بغيتو ديال الخضر الدجاج. هذا درتهم رقدتهم في الحليب واحد الساعتين هما راقدين. دابا غادي نصفيهم باش ندير التوابل. وهانتوما معايا ناخذ نصفيهم صافي. بعد ما سقطرتهم من الحليب صافي غادي ندير لهم توابل. تناخد التوابل هنايا، عندي التوابل، عندي هنا الكركم، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الفلفل هذا بابريكا الفلفل الاحمر، وقليل من الفلفل الاسود. عندي معلقه صغيره ديال السنجبير، وعندي هنايا الثوم المجفف، وهنا عندي البهارات ديال الدجاج، توابل ديال الدجاج، القليل من الملح، وعندي هنا الهريسه. غادي ناخذ التوابل نخلطها. نخلطها مزيان. نضيف القليل من الزيت، زيت الزيتون، واحد جوج معلقات كبار ديال زيت الزيتون صافي. غادي ناخذ الخضر ديال الدجاج، غادي نحاول ندير بيديا احسن، ما كاين ما احسن من بيدي. نحاول ندخل الخلطة ديالي، تجي هاد الخلطة رائعة. تنبقاو نديرو هكدا حتى تيتشربلو كاملين، و تنخليهم واحد الساعة. هيا صافي غادي نخليها ونرجع معكم. نسيت نضفت معلقة الخردل، غادي نضيف معلقة كبيرة ديال الخردل. غنضيف كذلك خميرة ديال الحلوة. نحاول ندخل هاد ونخلط، نخلط بيديا احسن. صافي نخليه حتى يتشرمل ونرجع معكم. بعد ما خليته تشمر دابا غادي نضيف هاد البيضه. عوض ندير البيض ولا شافلو هكا، ندير دابا دايركتومون باش ما
نتاع الدب باش تجينا سهلة. ندير البيضة هكا نخلطها مزيان في الدب. هكا افضل احسن ما نبقى كل مره ندير هكا تجي سهله. صافي دابا غادي نديرهم في لا شابلوغ. عندي هاد لا شابلوغ فيه هذاك البهارات يعني الفلفل الاسود و الملح. هنايا غادي ندير نمرمدهم هكذا مزيان بحال هكذا. نتمنى تشوفو قبل ما نمدهم هكذا حتى يجيو بحال هذا الشكل نكملهم ونرجع معكم. صافي درت هنا الزيت في هذه الكاسرونه مع ثقيله بغيت نقلي فيها. تنشعلوا العافيه او النار مجهده في النبلوله حتى تسخن مزيان عاد من بعد تنقصوا عليها. دابا غادي ندير الخيضات ديال الدجاج النار كيف شعلة بزاف دابا غادي نقص على النار ونخليها طيب. دابا غادي نخليهم يتقلاو مزيان وانتم معايا. ها خيطات الدجاج بعد ما ساليتهم ها كي تيجيو يجيو رائعين. نتمنى يعجبكم. رفقتهم بعدا الكيتشوب وهنايا كذلك درت هنايا ابلي مع الخضار ذوقتهم بالبيض. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم و الى عجبتكم ديروا لي لايك واللي ما اشترك القناة يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وحصري من قناة ميري تي في. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.